من عمان ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك دكتور هلال. يعني الخزعلي وغيره من قادة الميليشيات أشاروا إلى ضرورة مشاركة ميليشيا الحشد بما وصفوه بتطهير تلك المناطق. السؤال هنا، كيف تتوقع شكل هذا التطهير الذي يقصده الخزعلي، لا سيما وأن هذا المصطلح استخدم في الموصل وكانت النتيجة تهجير كل أهلها؟ تفضل دكتور هلال. بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله الرحمة لمن استشهد في هذا الهجوم الغادر وهذه المجزرة لاستمرار العراقيين منذ 2003 ولحد الآن. ونحن نعلم بأن إذا كان الجاني مجهول على قرية الرشاد فالجنات الذين قاموا بالقتل معلومون للدولة ومعلومون للقضاء ومعلومون لما تسمى هذه الحكومة الفاسدة. نعم. الشيء الآخر، نحن قلنا قبل الانتخابات أنه الطرف الذي يقود عمليات القتل في العراق هو الميليشيات الولائية التابعة لإيران وأحزاب إيران. وقلنا في حينها ومن هذا المنبر بأنهم إذا خسروا سوف تقوم وهناك عمليات تطهير طائفي وقتل طائفي وهناك حتى قتال السلم الأهلي. وهددهم بذلك علنا. نعم. وإذا أخذنا التصريح الهادي العامل الذي يدعي بأنه هو الذي يصون الدستور ويصون الحقوق وقال بنص العبارة في خطاب متلفز له حثا على الانتخابات أنه نحن نقاتل أو بما معناه نحارب ضد تيار يزيد، وردد ما قاله المالكي في هذا السياق، ونحن نريد نثبت آل البيت والمرجعية وما إلى ذلك. نعم. ما حصل في قرية الإمام حقيقة هو المسؤولية كاملة من الناحية القانونية والقضائية والشرعية تقع على ما تسمى الحكومة والقوات المسلحة التي شاركت وأشرفت على عمليات القتل والتهجير. نعم. القصة بما فيها أنه هذه القرية كانت أهلها مهجرون، والذي أجد وطالب بحرق القرية هو هذا الشيخ الذي قسم من الناس اعتبره أنه هاجر العامري، بل العكس، هو طالب بحرق هذه القرية بالكامل وهو الذي يشرف عليها، وأبناؤه هم الذين قاموا بهذا العمل وقادوا هذا العمل. والهجوم ليس ب600 وإنما قام من 4 محاور، أحد المحاور 600 مقاتل. هذا العمل عمل إجرامي مبرمج، قتلوا الناس. طيب لماذا يحرق المسجد؟ إذا كان تفجير المقهى بالقناصة التي وهذه القناصة تستخدم الأسلحة التي تستخدم الميليشيات، هذا الفيلم وهذه المسرحية التي يريدون من أجلها إشعال الوقود الطائفي الذي يبقي الحشد كأنه قوة تسيطر على هذه المناطق، وبنفس الوقت ينفذون المشروع الإيراني بتهجير أهل السنة من محافظة ديالى، وكل جريمة تقع الشماعة جاهزة. داعش، من أين دخل داعش إلى مناطق هذه القرية التي لا يستطيع أهلها التحرك إلا بتأشيرة أمنية مدققة، والكل يدخل إليها، حتى المسؤول اللي هو من المقدارية نفسه لم يستطيع الدخول إلى هذه القرية وسليم الجبوري ومع حمايته. نعم. دكتور هلال، يعني كما تعلم القتل على الهوية أصبح من المكرر وصولا لحد الظاهرة. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن ميليشيا الحشد أصبحت الأداة المسلطة على رقاب مخالفيها في الاعتقاد، سواء في سهل نينوى أو الموصل أو ديالى أو حتى في بغداد في الطارمية؟ أخي الكريم، هذه الميليشيات قتلت الناس في الناصرية وفي بابل وفي كربلاء وفي كل مكان لصالح المشروع الإيراني. فهم ليس القتل على الهوية هو ديدنهم فقط، وإنما قتل كل عراقي يعارض المشروع الإيراني في العراق. هذه المسألة هم يعتاشون عليها. الاقتتال الطائفي هو آخر سلاح ووقود يستطيعون أن يحتموا خلفه، وهم عملوا متعمدين هذه العملية، وهي أيادي واضحة جدا أنه الذي قتل من الطرفين هم نفس القتلة، ولكن لكي يكون لهم غطاء عاطفي مدفوع بسنة وشيعة. وهذه القرية
يخرج منها قناصة وتضرب والجيش واللواء 24 هو مسؤوليتهم، والقائد ما من اهتمام نفسهم يسمح لهم بالقنص أو التفجير في هذا المقهى لكي يقوم بهذه العملية. هذه مسرحية أصبحت مكشوفة أخي، مثل ما حرقوا المستشفيات وحرقوا المتظاهرين في الناصرية وفي بغداد وفي التحرير. هذا لا. الشعار الذي يعتاجون عليه، هذا الدم الذي يعتاجون عليه الدم الطائفي، وهذه مسرحية إيرانية واضحة جدا مدفوعة ثمن، لأنهم عندما خسروا الخسر الحشد الشعبي في الانتخابات وقال الشعب العراقي كلمته سنة وشيعة وعربا وأكرادا بحق هؤلاء، بدأوا بتنفيذ البرنامج الآخر أو الخطة الأخرى، هي مشروع الشحن الطائفي مجددا للعودة إلى 2005. طيب دكتور هلال، يعني إلى أي مدى ترى أن المواطنين يمكن أن يتحملوا مسؤولية كل هذا الفشل الأمني والعسكري الذي يعيشون فيه والذي يدفعون ثمنه من دمائهم وممتلكاتهم؟ أخي الكريم، المواطن الآن هو ضحية لعمليات الاحتلال وأحزاب الاحتلال. ماذا يفعل المواطن؟ خرج للتظاهر قتلوه، خرجوا للتظاهر في المناطق الغربية قالوا عنهم أنهم هؤلاء عصاة ومنعهم حتى من دخول بغداد وهجروا هذه المناطق وحرقوها وعملوا ما عملوا، والآن التهجير قائم على قدم وساق ولم يتوقف عن هذه العملية جرف الصخار أخي الكريم، الذي أصبحت ركيزة إيرانية في العراق باعتراف الحكومة الحالية والذي سبقتها والمسؤولين سنتهم وشيعتهم أن جرف الصخر محمية إيرانية، يريدون أن يكرروا هذه التجربة في ديالة، ونعرف أن ديالة هي أحد أهم ركائز المشروع الإيراني التي تتبع الخاصلة القريبة إلى بغداد، وهم يمسكون بها منذ 2003 ولحد الآن التهجير على الهوية والقتل وتهجير الناس وحرق البساتين وحرق والتجريف وما إلى ذلك بتسميات متعددة. ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة وماذا فعل المرشحون عن هذه المناطق بالتنديد والبيانات الفارغة التي لا تعيد لنا أبناء هذه المناطق ولا تعيدهم إلى مساكنهم؟ لماذا قرية الإمام الوحيدة لا تدقق أمنيا؟ لماذا القرية القرى اللي جنبها لا تدقق أمنيا وأهلها يسرحون يمنحون لديهم السلاح؟ من أين أتت عشيرة التمايم الفطافة يسموهم؟ من أين أتت بهذه كل هذه الأسلحة والجرافات وهذه الأسلحة؟ شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.